كتار بيسألوني شو قصة السبت، بس السبت بحد ذاته قصة. أوقات رايق وأوقات ولعان، مرات منمزح وبالجد نتقبل كل الآراء. أما ضيوف السبت فهمني قصة النهار باختصار. صباح السبت مثل اللولو، متعدد الألوان، مجوهر بيلمع وبيبهر. ولتعيشوا قصة السبت وكل سبت لاقوني من الساعة 8 لل 11 الصباح ببرنامج The Saturdays على راديو دلتا معي رنا خواند.